بس حضرتك تطلب لي كوبايه شاي. كوبايه شاي بس. طب ماشي اتفضل ارتاح، واول ما يجي اطلب لك اللي انت عايزه. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يبارك لك يا ابني، ربنا يخليك، ربنا يرزقك، ربنا يتعلمك، ربنا يخليك ويخليك لي ولادك يا رب. مفيش يا فندم، بص مفيش قلب خالص، مفيش قلب، مفيش قلب، مفيش قلب. يعني يا امك يا معلم توفيق، انت فين؟ ده بقالي اسبوع بلف عليك. بس ده موجود اهو. عايز ايه؟ المعلم عاوز يشتري الشقتين اللي عندك بتوع عماره الهرم. لا التانيين، الدوبلكس اللي في مصر الجديده. ايوه. هيدفع كام؟ هيدفع في الاثنين 1.5 مليون، مش مفيش زياده عن كده. يا عم انت بتستهبل، 1.5 مليون في مصر الجديده شقه دوبلكس؟ انا حاولت معاه يا عم، ده انا جالي 2 مليون جنيه ما رضيتش يا اخو. انا حاولت معاه ما فيش، ولا بقول مش هدفع الا 1.5 مليون. 1.5 مليون خلاص، يروح ياخد شقه الهرم على قد فلوسه. ماشي صح. انت ما مالك الهرم صح؟ ايه؟ على قد فلوسه. يعني ايه من ايه 1.5 مليون؟ احنا بنشحت. بص لي، بنشحت احنا. بقول لك بص، ليه شارقينهم ولا بانيينهم بلا مؤاخذه بالزبادي؟ يا برنس يخرب بيتك. ايه؟ بقول لك يخرب بيتك. ليه؟ 1 مليون وجاي تشحت مني؟ صور حاجه يعني، حاجه لما تسال مثلا هشهد. انت مش عارف حاجه. لو ما شحت انت عملت حاجه لله وعملت خير. بس خلاص. هو ضربك على ايدك يا استاذ. انت عملت حاجه لله خلاص. هات ال 25 جنيه اللي خدتها مني دلوقتي. ايه يا استاذ؟ هات ال 25 جنيه. يا ريت دي صدقه. صدقه؟ صدقه انت مطلعها. ايه؟ تعالى بس شاطر اسمع انا كده. صدقه يعني امال انا استاذ انت عملت خير. انت راجل مليونير. 25 جنيه بتتكلم فيه. هات الفلوس اللي انت واخدها. ايه اللي انت؟ وانا كنت ردك على ايدك عشان دي 25 جنيه. انت مالكش دعوه. مش كفايه البيع اللي باصت؟ سيب المعلم. مش كفايه البيع اللي باصت؟ يا عم هاخد شقه دوبلكس ب1.5 مليون ليش؟ هو سرقهم. هو اخره كده. انت كنت تاخد شقه دوبلكس ب1 مليون وبس. هات الفلوس. ايه الفلوس؟ ايه؟ هات الفلوس. هو بيتكلم خلاص. سيب المعلم. انت عملت حاجه لله خلاص. يا عم انت على كده على جنب. يا عم بس اقعد انت بقى على جنب. سيب المعلم. اقعد انت كده على جنب. يا راجل بركتنا ده. وبعدين انت 25 جنيه. ايه النتانه دي؟ ايه النتانه دي؟ يخرب بيت. بتتكلم في 25 جنيه. بتتكلم في 25 جنيه انت؟ يا عم اقعد. ما تقعدش. خليك واقف. خليك واقف. 25 جنيه. ايه النتانه دي؟ المعلم هتضربنا ولا ايه؟ هتضربنا يا كرامتك. خلاص يا معلم. هتضربوني يا عم. انا ما تقلقنيش. انا ما تقلقنيش.